بعد ما شاب نال مراده وذاق حلاوة الدكتوراه. لا حدود للذة التعلم لطالبه، يبقى مواظبا على إثراء عقله مهما بلغ به العمر ومهما أضعفته الشيخوخة. ورغم أن الاعتقاد السائد أن الدماغ البشري يضعف مع تقدم العمر، إلا أن دراسات حديثة تشير إلى أن نشاط الدماغ واعتقاده وقدراته الإدراكية لا تخبو مع التقدم في السن، بل تتطور في نواح أخرى. ولنا في تجارب العالم الحديث ما يؤكد ذلك، ففي الصين التي فيها أكثر من 240 مليون صيني بأعمار تتجاوز 60 عاما، يوجد فيها 73 ألف جامعة لكبار السن تضم حوالي 8 ملايين طالب. وفي ألمانيا تمكنت أنجيبورغ رابوبورت من الحصول على شهادة الدكتوراه في طب الأطفال بعد أن تجاوزت 100 عامين، بعد 8 عقود من الموعد لنيلها شهادتها بسبب اضطرارها لترك بلدها ألمانيا أمام حكم النازيين كونها يهودية. وتعتبر أنجيبورغ أكبر شخص يحصل على هذه الشهادة العلمية. أما الأمريكية هيزل سواريز فقد حصلت على الشهادة الجامعية في سن 94 عاما، حيث لم تتمكن من متابعة دراستها قبل ذلك، وحضرت عام 2015 مراسم التخرج في معهد ميلز أوكلاند بكاليفورنيا مع 500 طالب من زملائها. عربيا فقد استطاعت الجزائرية فاطمة سبع اجتياز امتحان البكالوريا في نهاية المرحلة الثانوية عام 2015 وهي بعمر 72 عاما، حيث كانت تراجع الدروس مع حفيدتها وتتنافس معها أيضا. أما عراقيا فقد نجح أحمد جابر جاسم من نيل شهادة الدكتوراه وهو في 83 من عمره بعد محاولات حثيثة وسنوات من الجد والاجتهاد.